بعد فشل مفاوضات سد النهضة، 5 سيناريوهات أمام مصر للتخلص من الأزمة للأبد. لا تزال الأزمة التصعيد بين مصر والسودان وإثيوبيا قائمة، خاصة بعد انتهاء مفاوضات الفرصة الأخيرة بالكونغو بدون التوصل لاتفاق. وكانت مصر تعول بشكل كبير على الجولة الأخيرة التوصل وفق جدول زمني لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا، محذرة من أن التعنت الإثيوبي سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان بالمنطقة. ومع التعنت الإثيوبي بدأ الجميع يتحدث عن سيناريوهات مصر لمواجهة الإصرار الإثيوبي، وتمثلت بعيدا عن خيار قبول الأمر الواقع في الانسحاب من المفاوضات وإعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث عام 2015 واللجوء إلى مجلس الأمن والبحث عن ضغط عربي ودولي مع بقاء الحل العسكري مطروحا أمام صانع القرار. الانسحاب من المفاوضات، أجمع خبراء أن مصر أمام خيارات عدة، من بينها الانسحاب من المفاوضات بما فيها إعلان المبادئ، حيث إنها أصبحت بلا جدوى مع بقاء احتمال مشروط بعقد قمة تجمع قادة الدول الثلاث مجددا للتوصل لحلول. مجلس الأمن، يعد اللجوء إلى مجلس الأمن هو الخيار الأكثر احتمالية لإنهاء أزمة سد النهضة، فقد توقع الخبراء أنه حال فشل عمل الاتحاد الإفريقي مجددا اتفاقا مصريا سودانيا على الذهاب إلى مجلس الأمن. ويرى الخبراء أن المجلس هو القادر على اتخاذ توصية على الأقل بعدم قيام إثيوبيا بأي إنشاءات ثم البدء في المفاوضات فورا، محذرا من تكرار سيناريو سحب ملف السد من مجلس الأمن وتوجيهه إلى الاتحاد الإفريقي حيث أضاع سنة كاملة من المفاوضات. وفي هذا الصدد أيضا أكد السياسي المصري ثروة نافع، وهو رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، أن بلاده لم يعد لديها خيارات كثيرة، وكان من المفترض اللجوء للتحكيم الدولي منذ عام 2012 الذي كان في صالحها وكان سيجنبها ما هي فيه الآن. ضغط عربي ودولي. من جانبه نصح وزير الري الأسبق محمد نصر علام القاهرة بالتحرك نحو القوى العظمى الممولة والمساهمة في بناء السد على غرار الصين وإيطاليا وروسيا وألمانيا، أو التي تعطي معونات ومساهمات مالية لأديس أبابا كالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن من بين الدول العربية من لها إيداعات مالية لمساندة الاقتصاد الإثيوبي. وقال علام في لقاء متلفز إن سحب الودائع العربية والاستثمارات من إثيوبيا التي تتخطى 3 مليارات سيدعم الموقف المصري، مطالبا بمواقف مصرية شديدة تجاه إثيوبيا على المستويين الدبلوماسي والسياسي. الحل العسكري، هذا الخيار الذي قد يكون الأخير كان مطروحا منذ شروع إثيوبيا في بناء السد عام 2011، ومن آن لآخر يستحضره الإعلام ومسؤولون سابقون بمصر، خلافا لإشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي إلى تهديدات مصرية بتفجير السد، وذلك بعد فشل وساطة بلاده في رعاية المفاوضات، كما عزز من مؤشرات وإرهاصات للعمل العسكري تنفيذ مصر والسودان مناورات عسكرية أواخر العام الماضي لم تستبعد وفق مراقبين رسائل ردع لإثيوبيا، وهي أول مناورات مشتركة منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وفي خضم حرب التصريحات المتبادلة حاليا، اختتم البلدان في الفترة الأخيرة النسخة الثانية من فعاليات تدريب الجوي المشترك نسور النيل 2 للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ أي مهام توكل إليها. القبول بالأمر الواقع، وخلافا للطرح السابق استبعد أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل اتجاه صانع القرار المصري نحو مزيد من المفاوضات أو التوجه نحو مجلس الأمن أو تنفيذ ضربة عسكرية، وتوقع الأشعل القبول بالأمر الواقع قائلا إنه لا توجد سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، كما أنه من المتوقع فشل الحكومة إذ ليس لديها إرادة لمنع إثيوبيا من إبادة مصر.